بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل النهاردة الكلام بتاعنا على الـ Unorganized Drugs، وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا الـ Unorganized Drugs بتنقسم لـ Major Classes اللي هي الـ Resins و Resins Combinations، وبعد كده التاني كلاس اللي هو الدراي لاتكس، بعد كده الدراي جوس والاكستراكتس والجامز. دول الفايف ميجور كلاسز بتاعت الان اورجانيزد دراجز. المره اللي فاتت اتكلمنا على الريزن والريزن كومبينيشنز بمزيد من التفاصيل، وقلنا اكزامبلز كتيره الحاجات بنستخدمها من الكلاس ده. هون النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا على الفور كلاسز الباقيين اللي هم الدرايد لاتكس، وهناخد اكزامبل ليها، والدرايد جوس والاكستراكتس والجامز. طب ايه هو تعريف الدرايد لاتكس؟ الدرايد لاتكس اللي هو عبارة عن ايمالشن، وزي ما احنا فاكرين الايمالشن كان عبارة عن اكويس فيز وسسبندد فيز او الاويلي فيز بتاعنا. فهو الدرايد لاتكس عبارة عن ايمالشن او سسبنشن اللي هو فيه الكونتينوس فيز بتاعته بتكون اكويس سوليوشن من المينرال سولتس، البروتينز، الشوجرز، التانينز، الالكالويدز الى اخره، والسسبندد بارتكلز اللي فيها او الاويل بارتكلز اللي بتبقى فيها اللي هي بتبقى يا اما اويل دروبلتس يا اما ريزن او جم، البروتينز، الستارش والى اخره. بالنسبه لللاتكس الكاركترز بتاعتها اللي هي دايما بتكون وايت ان كلر، زي الاكزامبل اللي احنا ندرسه اللي هو الاوبيوم، الاوريجين بتاعه بابافر سوم نيفرم، زي ما احنا شايفينها هنا في الصوره ان هي بتكون الالوان او الاكسديت اللي طالع منه، اللاتكس اللي طالع منها بيبقى لونه ابيض، في بعض الاحيان بيكون لونه بف اللي هو لون الجلد شوية، أو لونه ريد. طيب بالنسبة لللاتكس اللي بتبقى طالعة من البابافر سومنيفرم أو اللي طالعة من الأوبيوم أو اللي طالعة عامة من البلانتس، بتكون طالعة من سبيشال ستراكشرز موجودة اللي هي بيسموها لاتيسيفرس فيزلز أو لاتيسيفرس سيلز أو لاتيسيفرس تيوبس. دي اللي هي بتبقى موجودة، بس دي عشان تبتدي تطلع من البلانت لازم أعمل انسيشن سيشن، يعني انا بعمل كاتنج كده في البلانت في الاوتر سيل بتاع البلانت على اساس يطلع اللاتكس منها. والاكزامبل اللي هندرسه النهارده لللاتكس اللي هو الاوبيوم، الاوبيوم اللي هو درايد لاتكس obtained by incision from the fully grown but unripe capsules of بابافر سومنيفرم family بابافيريسي. الاوبيوم اللي هو الايه؟ الافيون. بالنسبة لل collection and preparation of opium، يعني دي عملية بتحتاج شوية مهارة عشان تعرف تجمع امتى الاوبيوم من البابافر او من البوبي فروت. اول حاجة الفارمرز او المزارع او بيتعامل مع ال collection وال preparation بتاع الاوبيوم، بتبقى في مرحلة اسمها الانسيشن. الانسيشن دي اللي هي المرحلة اللي هو بيفتح في البوبي فروت، بيعمل فيها زي قطع كده صغير عشان يخلي الاوبيوم يحصل له اكسيديشن من الفروت نفسها او من الكبسوله بتاعه الفروت. بالنسبه للانسيشن ده لازم يكون دقيق شويه، ما ينفعش يعمل الانسيشن على الكبسوله بعمق وتروح لحد اللوكيولز بتاعه الفروت نفسها عشان ما تبوظش الفروت او ما تبوظش السيد اللي جوه، وبالتالي هتخلي اللوس بتاع الاوبيوم موجود. فهو بيعمل زي تشريط بسيط خالص كده في الكبسولة بتاعت البوبي فروت عشان يطلع منها الأوبيوم. بيعمل الكلام ده عادة في بعد الظهر، وتاني يوم الصبح يبتدي يجمع الايه؟ الفروت، او يجمع قصدي الأوبيوم من الفروت بتاعته. طيب بعد ما عمل الانسيشن امبارح، تاني يوم الصبح بيبتدي يجمع الايه؟ الاوبيوم من البوبي فروت. طبعا بيراعي اليوم، لازم يكون اليوم ما فيهوش اي مطره ولا في شبوره ولا في اي ندى عشان خاطر ما تبوظش الاكسديت او اللاتكس اللي هيطلع من الفروت. ده فيديو بسيط بيوضح عمليه الانسيشن اللي بتحصل. نلاحظ هنا قوي ان هما بيعملوا انسيشن بطريقه، شوف
هي بسيطة جدا، شق بسيط خالص في الكبسول كده، عشان خاطر يجي تاني يوم يجمع الأوبيوم اللي هيحصل له ايه اكسوديشن من البوبي فروت. وده الأوبيوم بيبتدي يطلع وهو بيسيبه لحد تاني يوم، يبتدي يحصل ايه الانسيشن بالراحة خالص. وتاني يوم بيجي يجمع الأوبيوم اللي طلع من الانسيشن، نتيجة الانسيشن اللي هو عمله هنا. هنا الأوبيوم اهو ابتدى يطلع، بيسيبه لحد تاني يوم ويراعي بس ان تكون الجو مش مفهوش مطرة عشان ما يبوظش الأكسيديت اللي طالع ده كله. هندخل على الكونستيتوينتس اللي بتبقى موجودة في الأوبيوم. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان الالكالويدز اللي بتبقى موجودة في الأوبيوم كتيرة جدا، اكتر من 25 different alkaloids. اشهرهم اللي هم طبعا المورفين والكودايين والناركوتين والثيابين والنارسين والبابافيلين، دول اشهر الكالويدز موجودة في الأوبيوم الكالويدز. طبعا الالكالويدز بتبقى موجودة في كومباينيشن مع الميكونيك اسيد او السلفوريك اسيد، وبالإضافة طبعا لغير الألكالويدز اللي موجودة في الأوبيوم بنلاقي فيه شوية ميوسلج، شوجر، واكس، كاتيكو اند سولتس اوف كالسيوم اند ماجنيسيوم. نتيجة وجود الميكونيك أسيد ده اللي هيخليني أبتدي أعمل كيميكال تيست علشان خاطر أعرف الأوبيوم ألكالويدز موجودة هنا ولا لأ. بالنسبه للتيست فور ايدنتيفيكيشن اوف اوبيوم الكالويدز، زي ما اتكلمنا قلنا ان الالكالويدز موجوده في ديفرنت جروبس او اكتر من 25 الكالويدز، وبيبقوا منهم جروبس اتاجد للميكونيك اسيد. ده هيخليني اعمل التيست للميكونيك اسيد. بالنسبه للتيست بتاع الميكونيك اسيد، اللي انا بعمل وورمينج للباودرد اوبيوم، بحطه في ميه في اكويس سوليوشن وبعمل له وورمينج few minutes، بعد كده بعمل filtration. بعد ما بفلتر السوليوشن بتاعي باخد الفلتريت ده وبحط عليه few drops of 5% ferric chloride solution، بيديني purplish red color. ال purplish red color اللي بيتكون ده هو ما بيحصلوش اي destroying لو انا حطيت عليه dilute hydrochloric acid او حطيت عليه mercury chloride solution، فانا بيبقى اللون ده بيرمننت موجود معايا. وده التيست اللي انا بعمله عشان خاطر اكتشف الميكونيك اسيد اللي موجود في الكومباينيشن بتاع الاوبيوم الكالويدز. هنتكلم بعد كده على اليوزس بتاعه الاوبيوم. زي ما احنا عارفين ان اشهر الكالويدز موجوده في الاوبيوم اللي هم المورفين، الكودايين، البابافيلين، الناركوتين والثيابين، دول ليهم ناركوتيك لايك اكشن. تمام، كل واحد منهم isolated separated لوحده ويستخدم لوحده في بعض الحالات. على سبيل المثال طبعا المورفين زي ما احنا عارفين ان هو البين كيلر في حالات الكانسر. تمام، بالنسبه للكودايين في حالات الكحه كتيره بيستخدم كسيداتيف في حالات الكحه، موجود في كومباينيشن في دراجز اوريدي موجوده في الماركت، عشان كده بنلاحظ كتير او الناس اللي بتحب تضرب حاجه يجي يخش على شويه ادويه كحه مشهور ان هو موجود فيها الكودين، يقول لك عايز يا دكتور كودين زي الكوديلار والحاجات القديمه دي، بيبقى عارف ان فيها نسبه كودين عاليه وبيشرب الدواء كله عشان خاطر يعمل ايه دماغ. فهو الكودين اللي موجود ده بيستخدم في الكحه. بالنسبه للبابافيلين بيستخدم في حالات الجي اي تي ديستربنس كانتي سبسموتيك، وطبعا المورفين كبين كبر. فهو وارد لو هيجي لك في سؤال في الامتحان هيكون على اليوزس بتاعت سبيسيفيك الكالويد منهم، مش الاوبيوم، عشان مش هتتسال تقول ايه الاوبيوم الكالويدز او استخدامها في ايه. هنيجي نسالك نقول لك المورفين بيستخدم في ايه، او البابافيلين بيستخدم في ايه، او الكودايين بيستخدم في ايه. هندخل بعد كده على الكلاس الثالث من الان اورجانيزد اللي هي الدرايد جوسز، وهناخد اشهر اكزامبل ليها واكتر حاجه بتستخدم ميديسينالي او في الكوزموتيك بريبريشنز اللي هي الالو. الالو اللي هو الصبر او الصبار، الالو اللي هي السوليد ريزيديو obtained باي ايفابوريتنج ذا جوس which drains فروم ذا كات ليفز اوف
الو سبيشيز، ديفرنت الو سبيشيز بقى زي الالو فيروكس او الالو فيرا والالو بيلاي. طبعا اشهر حاجه فيها اللي هي الالو فيرا، طبعا ده الجوس اللي بيطلع منها لما بنقطع الورقه. كلنا عارفين لما بنقص الورقه بتاعت الصبار بيبتدي يحصل ايه، في جوس بينزل دون، فالالو اللي فيها ده اللي بياخد ده، بنعمل ايفابوريشن للجوس ده هون عشان ياخد ايه، يدينا الالو. الكاركترز بتاعت الالو اللي هي بتبقى موجودة في دارك براون او اورنج براون جلاسي ماسز، thin fragments have a deep olive color and are semi transparent. البودر بتاع الالو ده بيبقى طبعا طعمه مر جدا و has a very characteristic odor. ال constituents بتاعت الالو، طبعا ال major principle او principal constituent of الالو is بربلوين. بربلوين ده عبارة عن C glycoside. لما نيجي نبص على الكيميكال structure بتاع البربلوين هلاقي عندي ان ال attachment بتاع الشوجر حاصل على C atom مش على اكسجين، فبالتالي بسميه سي جلايكوسايد. سي جلايكوسايد ده اللي هو البربلوين، ده بيبقى اشهر حاجه او الميجور كونستيتوينت اللي موجود في الالو. كيميكال تيست فور الو، طبعا زي ما احنا عرفنا ان الميجور كونستيتوينت في الالو اللي هو البربلوين اللي هو عباره عن سي جلايكوسايد، في عندي اتنين كيميكال تيست عشان اعرف الالو اللي عندي ده هون او البربلوين اللي موجود، البوركس تيست والبرومين تيست. بالنسبه للبوركس تيست انا بعمل بحضر 1% سوليوشن من الالو في بويلنج ووتر، بعد ما بعمل له بويلنج بعمل له كولينج وبعد كده بفلتره، باخد 10 مللي من الفلتريت اللي انا عملته ده وبحط عليه ربع جرام من البوركس وادوبه بالسخونيه، اعمل هيتنج عشان خاطر اضمن ان البوركس بتاعي ده كويس في الايه، في الالو سوليوشن. بعمل بورينج للسوليوشن اللي هيديني دون على الميه، هيديني جرين فلوريسنس بتظهر في السوليوشن بعد ما عملت بورينج البوركس مع الالو سوليوشن، عملت لهم هيتنج وبعد كده عملت له بورينج في ميه، هيديني جرين فلوريسنس. الكيميكال تيست التاني اللي هو البرومين تيست، بعمل نفس البروسيدور اللي هي بجيب 1% سوليوشن من الالو في بويلنج ووتر وابقى اغليه مع البويلنج ووتر، بعد كده بعمل له كولينج وفلتريشن، باخد الفلتريت ده وبحط عليه ايكوال فوليوم من البرومين سوليوشن بيديني يلو بيرسبتد. ده دايجرام بيوضح الكيميكال تيست، ان انا بعمل السوليوشن بتاع الالو مع البويلنج ووتر، بعمل له كولينج وفلتريشن، بعد كده باخد منه جزء بحط عليه البوركس ربع جرام من البوركس واسخنه، بعد كده بعمل بورينج في ميه بيديني جرين فلوريسنس، والجزء الثاني بحط عليه ايكوال فوليوم من البرومين بيديني اليلو بيرسبتد من الرياكشن او النتيجه اللي طلعت لي اللي هي اليلو بيرسبتد. نتكلم على اليوزز بتاعت الالو، طبعا بريبريشنز كتيره جدا اللي بتستخدم كهير تونيك او في الوند هيلينج لازم تحتوي على الالو، بالاضافه لليوز انترنالي اللي احنا ممكن نستخدمه في حالات البيبتيك ألسر، وفي بيبرز بتتكلم على حالات البيبتيك ألسر في الالو عشان خاطر بيعمل زي تبطين لجدار المعده، وفي بعض حالات الديابيتس والاسما ليها برضو بعض الحاجات بتدخل في بعض التركيبات اللي بتستخدم فيها. هنتنقل بعد كده للإكستراكتس، وأشهر حاجة في الإكستراكتس هندرسها النهاردة اللي هو الجيلاتين. زي ما كلنا عارفين الجيلاتين بيدخل في صناعة مأكولات كتيرة زي الجيلي المارشميلو، حاجات كتيرة من أكل الجيلي كولا. بالإضافة طبعا إحنا كصيادلة بيهمنا جدا إن الجيلاتين اللي هو بيكون المكون الأساسي للكبسولز اللي إحنا بنستخدمها في الأدوية. الكبسولز بقى طبعا زي ما درست في الصيدلانيات، الكبسولز بأنواعها سواء الهارد جيلاتين كبسول أو السوفت جيلاتين كبسولز، دول طبعا من أشهر الحاجات كتطبيق مباشر لاستخدام الجيلاتين.
طيب نيجي نبص على الجيلاتين. ايه هو الجيلاتين اصلا؟ الجيلاتين ده عبارة عن بروتين ديريفاتيفز اللي هي obtained من السكن تندونز والبونز بتاعت الديفرنت او الديفرنت انيمالز زي الاوكس الابقار والشيبس اللي هم الاغنام. لما نيجي نقرا الديفينيشن اللي هي it is a protein derivative often classed as sclerobrotein or albuminoid obtained by evaporating an aqueous extracts made from skin tendons and bones derived from various domestic animals such as ox, البوستارس والشيب الاوفيس ارياس فاميلي اوفيدي. طيب بالنسبة للجيلاتين ده بقى ازاي انا بحصل عليه او ايه هي البريباريشن؟ طبعا بالنسبة للبريباريشن بتاع الجيلاتين عشان احصل عليه في الاخر في صورة شيتس زي اللي انتم بتشوفوها في معمل الصيدلانيات، ده عبارة عن شيتس من الجيلاتين او في صورة باودر عشان اقدر ادخله في المانيفاكشرنج وكده. ده بيمر بعدة مراحل عشان البريباريشن. اول مرحلة فيهم بسميها اللايمينج، بجيب طبعا السكن والتندونز والبونز والحاجات دي كلها بعد ما عملت لها جراوندنج بعمل لها لايمنج. لايمنج اللي انا بعمل لها ايه؟ بحطها بعمل لها سوكينج لمده حوالي 20 يوم في دايليوت اكويس سوليوشن من الميلك اوف لايم. ايه هو الميلك اوف لايم؟ اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد سوليوشن. بعملها سوكينج لمده 20 يوم في الكالسيوم هيدروكسيد سوليوشن. العملية دي ليه بعملها؟ عشان أعمل ديسولفينج للفليشي ماتر والفليشي ماتيريالز وبشيل منها الريموفينج الكوندروبروتينز بتاع الكونكتيف تيشوز وبعمل سابونيفيكيشن للفاتس الموجودة. يبقى أنا أول حاجة في البريباريشن بتاع الجيلاتين عملية اللايمنج بتقعد لمدة حوالي 20 يوم، وبعد كده بجيب بعد ما عملت اللايمنج بغسله بالإيه؟ بالرانينج ووتر. بعد ما انتهينا من عملية اللايمنج والواشنج والرانينج ووتر بنعمل بعد كده عملية الجراوندينج والديفاتينج. بنعمل جراوندينج وديفاتينج. الديفاتينج بنعمله بالبنزين، وبعد ما بنعمل الديفاتينج بنعمل عملية التريتمنت ويز هيدروكلوريك اسيد. الغرض منها اللي انا بعمل بشيل المينرال ماترز اللي موجودة في البونز او الاكستراكتس اللي طلع لي من البونز والسكن. بعد ما عملت عملية تريتمنت وذ هيدروكلوريك اسيد بجيب الماتيريالز اللي طلعت لي بعد كده وبعملها هيتنج مع الووتر في الافران مفتوحة، وفي بعض الاحيان بستخدم البريشر عشان خاطر اسرع العملية بتاعت الهيتنج شوية. بعد ما عملنا الهيتنج مع الووتر بدخل بعد كده على عملية الايفابوريشن. ايفابوريشن ان انا بعمل ايفابوريشن للسوليوشن او للاكستراكت بتاعي، بعمله ايفابوريشن اندر ريديوسد بريشر عشان اخد الجيلاتين بتاعي. بعد ما عملت عملية الايفابوريشن بقعد لمدة حوالي شهر بعمل في عملية الدراينج. بعمل عملية الدراينج اللي انا بحط الفلويد او السوليوشن بتاعي في تريز معينة، عشان احنا زي ما عارفين الجل لما بيتسخن بيبقى ليكويد، لما بيتساب يبرد يبتدي يحصل له زي شيتس اللي احنا بنستخدمها في الصيدلانيات. فانا في عمليه الدراينج ان انا بقعد في الدراينج بروسيس دي بتاخد حوالي شهر، اللي انا بعمل جرادوال ديكريسنج لل او جرادوال انكريزنج للتمبريتشر عشان اعمل دراينج. وفي بعض الاحيان بعد ما بعمل عمليه الدراينج بعمل عملية بليتشنج عشان اخد الجيلاتين بتاعي في صورة كالورد ماتيريال. بعمله بليتشنج بسلفر دايوكسيد، وده ده دايجرام يوضح العملية البريباريشن بتتم ازاي في خطوات. ان اول خطوة فيهم عملية اللايمنج، تاني خطوة اللي هي بعمل واشنج ويز رانينج ووتر، بعد كده بعمل عملية الجراوندينج والديفاتنج مع البنزين، وبعد كده ريموفال اوف مينرالز وذ هيدروكلوريك اسيد، وبعد كده بدخل على عمليه الهيتنج وذ ووتر، وبعد كده الايفابوريشن والدراينج والبليتشنج. طب ايه هي بقى الجنرال كاركترز اوف جيلاتين؟
جيلاتين دايما لما بيجيلي يا اما في عباره عن thin sheets او shreds، بتبقى زي عارفين الورق لما بيتحط في مكنه تقطيع الورق، بيتحط كده شيت بتاع الورق وبيتقطع كده، بيجيلي shreds شرايط كده من الايه من الورق. فهو برضو الجيلاتين نفس الفكره، يا اما بيجيلي الشيت كامل زي ما بشوفه في الصابونيات، او بيجيلي shreds كده، او بيجيلي في صوره باودر. طبعا بالنسبه للجيلاتين زي ما احنا عارفين، اللي انا لما بحط الجيلاتين في كولد ووتر بيحصل له ايه؟ سويلينج، بيحصل له سويلينج زي الجل، لازم لما بيبرد بيحصل له سويلينج ويديني ايه؟ الجيلي كونستيتوينت او الجيلي ابييرنس، ولما بسخن بيحصل ديسولفينج ويبتدي ايه؟ يدوب. بالنسبة للكونستيتوينتس الموجودة في الجيلاتين بتبقى مينلي بروتينز اللي هو الجلوتين، ولما بيحصل له هيتنج مع الصودا لايم بيطلع الامونيا نتيجة وجود الايه النيتروجين فيه. ده اللي بيخليني اعمل التيست الايدنتيفيكيشن بتاع الجيلاتين، اللي هو بيحصل له بريسبتيشن مع اكتر من حاجة، ممكن الكروميوم ترايوكسايد، التانيك اسيد، التراي نيتروفينول، والليد سب اسيتيت. في المعمل لو ما بنشتغل عادة بنشتغل بالتانيك اسيد والليد سب اسيتيت، وبنشوف البريسبتيشن اللي بيحصل من الجيلاتين سوليوشن. بالنسبة للميلونز الايجنت ده السبيسيفيك تيست للجيلاتين، اللي هو بيديني وايت بيرسبتد، ولما بغليها بيديني ريد بيرسبتد. ندخل على اليوزز بتاعت الجيلاتين. الجيلاتين بيستخدم كنيوتريانت في معظم الحلويات الموجودة في الماركت. الجيلاتين بنستخدمه في مارشميلو، في الجيلي كولا، بيبقى طبعا موجود فيها، بالإضافة طبعا لشغلنا احنا كصيدلة بيستخدم الجيلاتين كميديا، نيوترينت ميديا للبكتيريا الجروس. واحنا في الماركت او في الفارماسيوتيكال بريباريشن بتاعة السابوزيتوريز او بتاعة الكبسولز، سواء السوفت جيل او الهارد جيل. وبكده يبقى احنا خلصنا الجيلاتين كإكزامبل للإكستراكتس اللي هي في الان اورجانيزد دراجز. هنتكلم بعد كده على الاكزامبل التاني من الاكستراكتس اللي هو الاجار اجار. الاجار اجار ده زي ما احنا عارفين كلنا ان هو دريفد من الريد الجي المارين برودكتس، يعني الاوريجين بتاعه اللي هو ذا بليشد اند درايد برودكت اوبتيند باي كونسنتريشن اند ديكوكشن ميد فروم فاريوس سبيشيز اوف الجي بيلونجينج تو كلاس رودوفايسي. الاجار اللي بيجي من اليابان يكون دايما من الجليديوم سبيشيز، whatever بقى الـ species especially من الـ Gelidium elegans أو Gelidium amensil family Gelidiaceae، وده من أكتر الحاجات اللي هي بنستخدمها في الميكروبيولوجي، في زي كلنا عارفين الـ Petri dish اللي بنحط فيه الأجار أجار كميديا للبكتيريا. دي أكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها derived from marine products اللي هي الـ Red Algae. نتكلم على البريباريشن اوف اجار. البريباريشن اوف اجار برضو بيبقى ليها برضو بروسيدور زي الجيلاتين كده. اول حاجه بالنسبه للاجار، لما بيحصل كولكشن للسي ويدز من الفلور وذا اوشن بتتجمع كلها وبيحصل لها سبريدنج اوفر ذا بيتش، على الشط بتتفرد كده كلها عشان يحصل لها دراينج. بعد ما عملنا لها دراينج نبتدي نعمل ريموفال للشيلز والساند والحاجات دي كده، على اساس ناخد السي ويدز بس نعملها ووشنج مع الميه، ونعملها بليتشنج اللي احنا بنعرضها للسان ريز على اساس نعملها بليتشنج، وبعد كده بنعملها بويلنج مع اسيديوليتد ووتر. البويلنج بقى عمليه بويلنج بتفضل حوالي من 5 لـ 6 ساعات في اوبن بويلرز كده، بنعمل لها بويلنج ويز اسيديوليتد. بعد ما عملنا لها بويلنج مع الاسيديوليتد ووتر بناخد الليكر ونبتدي زي بنعمله ستريننج ثرو كلوزس زي فلتريشن كده، ونعمل له سبريدنج على وودن تراس حاجات خشب كده، على اساس نسيبه يبرد عشان يحصل له ايه يتجمع يدينا الاجار اجار. بناخد الاجار اجار كده بيبقى عباره عن الجيلي، ونبتدي نقطعه للمقاسات اللي احنا بنستخدمها. ما في ستاندرد سايزز ليها، ان احنا بنسيبها نقطعها وهي سخنه بحيث اول ما تبرد تاخد الشكل اللي احنا عملناه. ده دايجرام بيوضح البريبريشن بروسيدور بتاع الاجار، ان احنا اول حاجه بنعمل له كولكشن من الاوشن،
ونعمل له دراينج على البيتش، بنعمل ريموفال للشيلز والساندز، بنعمل ووشنج بالووتر وبليتشنج باي اكسبوجر تو سان لايت. بعد كده بنعمل عملية بويلنج اللي بتقعد من 5 لـ 6 ساعات مع الاسيديوليتد ووتر. بنعمل بعد كده ستريننج اند كولينج اوفر وودن ترافس، نحطها على صواني خشب ونعمل لها كولينج، وبعد كده بنقطعها للمقاسات اللي احنا عايزينها. الجنرال كاركترز اوف اجار. اجار occurs in grayish white translucent strips about 60 سنتي باي نص لواحد سنتي and 0.1 millimeter thick. The surface crinkled and various species of diatoms are found embedded in it. طبعا species بتاعت الدياتومز عشان خاطر ان هي من المارينز. Agar is tough and difficult to break. It has a slight odor of marine algae and a faintly salty mucilaginous taste. It swells in cold water and with boiled water it forms a colloidal fluid which sets to a firm jelly on cooling. برضو زي نفس الكاركترز بتاعت الجيلاتين، ان الاجار بيحصل له سويلنج في الكولد ووتر، ولما بغليه في الميه بيدوب، بعد كده لما بسيبه يبرد بيحصل له جيلي فورميشن. لما نيجي نبص على الكونستيتوينتس بتاعت الاجار، الاجار عباره عن الكالسيوم سولتس اوف سلفوريك اسيد استر 4 كربوهيدرات كومبلكس. طيب لما بنعمل له هيدروليسيز بيدينا الايه؟ الكربوهيدرات مويتز اللي هي الجالاكتوز وسلفوريك اسيد. احنا كده عندنا ميكشر او الاستر من السلفوريك اسيد مع الشوجر اللي هو الجالاكتوز، مين بيبقى كالسيوم سولتس اوف سلفوريك اسيد استر 4 كربوهيدرات كومبلكس. بالنسبه للكيميكال تيست اوف اجار، هنعمل الكيميكال تيست، تو كيميكال تيست اللي احنا هنعملهم. اول واحد اللي انا بعمل بويلنج الاجار مع الميه، بعد ما اعمل له بويلنج هسيبه يحصل له كولينج هيديني ستيف جيلي. ده اول كيميكال تيست. تاني كيميكال تيست ان انا بعمل بويلنج برضو للاجار بس مع الدايل هيدروكلوريك اسيد لمده 10 دقائق، وبعد كده هعمل ديكانتيشن. بعد ما بعمل ديكانتيشن بجيب الديكانتد سوليوشن وهحط عليه 1 مللي من الباريوم كلورايد، هيديني وايت بريسبتد اللي هو عباره عن الباريوم سلفيت، لان احنا زي ما اتفقنا ان احنا الاجار عباره عن الكالسيوم سولتس اوف سلفيت استر 4 كربوهيدراتس. فانا دلوقتي لما حطيت عليه الهيدروكلوريك اسيد حصل له هيدروليسيز واداني السلفيت، فلما بحط على السلفيت باريوم كلورايد بيديني بريسبتد الوايت بريسبتد بتاعه الباريوم سلفيت. اليوزز بتاع الاجار، اليوزز بتاع الاجار يا اما بستخدمه في الميديسنال وفارماسيوتيكال برودكتس يا اما بستخدمه في الفود اندستري. طيب اهم حاجه زي ما اتفقنا قبل كده ان الاجار اجار بيكون هو الميديا او الكالتشر ميديا فور مايكرو اورجانيزمز، دي اكتر ميديا بتستخدم في المايكرو مايكروبيولوجي او في البايوتكنولوجي بروبوزس، ان انا بستخدم الاجار اجار كميديا. تاني يوزز اللي انا ممكن استخدمه كبالك لاكستيف especially في حالات الكرونيك constipation، وبعد كده برضو في المانيفاكتشر بتاع الايمالشن والسسبنشن والجيلز بستخدمه في البريباريشن بتاعتها. طبعا بالنسبه للفودز بتستخدم كجيل فيلرز او في الجيلي كولا والحاجات دي، برضو الاجار اجار بيستخدم فيها جدا. نتكلم على اخر كلاس في الان اورجانيزد اللي هي الجامز، والجمز دي عبارة عن translucent amorphous solids insoluble in alcohol and in most organic solvents. الجمز لما بتدوب في المية بتديني adhesive viscous solution، بيبقى ملزقة شوية كده. طيب الجمز دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن calcium وبوتاسيوم ومغنيسيوم salts of complex substances known as polyurinoids. بيبقى الكالسيوم والمغنيسيوم salts بتاعت البوليورينويدز دي بتبقى عبارة، البوليورينويدز عبارة عن الجالاكتويورونيك أو الجلوكويورونيك أسيد عامل كومباينيشن ويز مونوساكرايد اللي هي يا إما بنتوزس زي الأرابينوز والزيلوز أو هيكسوزس زي الجالاكتوز. فالكومباينيشن ده هون بيبقى أنا عندي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم سولتس من الكومبلكس دون، ده اللي بيديني الجمز.
طيب لما انا بعمل اسيد هيدروليسيس للجمز، ايه اللي هيديني؟ هيديني اليونتس بتاعته اللي هم ايه؟ الجلوكيورونيك اسيد، الجلاكتويورونيك اسيد، البنتوزيس، الارابينوزيس، والجلاكتوزيس. تاني حاجة بحصل عليها لما بعمل هيدروليسيس للجمز اللي هم البيكتينز والهيمي سيليولوز. طيب بالنسبة للجمز، هل هي نورمال برودكتس ولا اب نورمال برودكتس؟ لا، هنلاقي ان الجمز عبارة عن abnormal products resulting from pathological conditions brought about either by injury or by unfavorable condition of growth and are usually formed by changes in the existing cell walls. يبقى احنا عندنا الجمز، الجمز عبارة ماشي polysaccharides وكل حاجة polyurinoids، لكن بتحصل نتيجة abnormal condition او pathological conditions النبات بيمر بيها. ده على النقيض لما نيجي نقارن بالميوسيلج. الميوسيلج زي ما احنا عارفين ان هو ده very closely الكونستيتوينتس اللي فيه very closely related للجمز، لكن هو ده normal product من السيل اكتيفيتي، بيبقى normal product موجود في النبات بتاعنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على two species او two different examples للجم، الجم ارابيك والجم تراجاكنس. بالنسبه للاوريجين بتاع الجم ارابيك، بيكون هو dried gummy oxidates from acacia sinigali family leguminosae. انما الجم تراجاكنس نفس الفاميلي لكن بيكون من جينس تاني اللي هو الاستراجيلس جينس. لما نبص على المين كونستيتوانتس في الجم ارابيك والجم تراجاكنس، بنلاقي فيهم فروق بسيطة بتميزنا او بتعرفنا ازاي نعمل كيميكال تيستنج. لما اجي ابص على الجم ارابيك بلاقي فيه ارابيك اسيد. الارابيك اسيد ده عباره عن الكالسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم سولتس اوف ارابيك اسيدز، والارابيك اسيدز ده عباره عن مونوساكرايد كومباينيشنز من بعض المونوساكرايدز زي الجالاكتوز والارابينوز والرامنوز. لما بنعمل له هيدروليسيس بيديني الديفرنت المويتس بتاعه المونوساكرايدز. وتاني حاجة بتميز الجام ارابيك اللي هي الاوكسيديز انزيم. الاوكسيديز انزيم ده مميز جدا، اللي هو ده اللي بيفرق لي ما بين الجام ارابيك والجام تراجاكنس. لما باجي بعمل كيميكال تيست، لما باجي بعمل كيميكال تيست بيعتمد اساسا على وجود الاوكسيديز انزيم. ان انا بجيب البودر بتاع الجام ارابيك واحط عليه هيدروجين بيروكسيد وبنزيدين سوليوشن عشان يديني الديب بلو كلر بتاع الاوكسيديز انزيم نتيجه وجود الاوكسيديز انزيم. طيب في الحاله بتاعت الجام تراجاكنس بلاقي عندي اللي هو الكونستيتونس اللي فيها اللي هي التراجاكنسين والبازورين، دول اللي هم الميجور كونستيتونس اللي موجوده في الجام تراجاكنس. لما اجي اعمل كيميكال تيست للجام تراجاكنس بجيب البودر بتاع الجام تراجاكنس وبحطه على بورسلين دش وبحط عليه فيو دروبس من الايودين سوليوشن وبقعد بعمله رابنج كده لحد ما اخد البيست. البيست دي بتديني الاوليف جرين كلر. بالنسبه لليوزز بتاعت الجام ارابيك او الجام تراجاكنس، الاثنين بيستخدموا في الصيدليات او بيستخدموا في الفارماسيوتيكال بريباريشن كسسبندنج ايجنت، سسبندنج اور امالسيفاينج ايجنت. بكده يبقى احنا خلصنا كل الكلاسز بتاعت الان اورجنايزد، اتكلمنا بالتفصيل على وبكده الحمد لله نكون خلصنا الجامز وكده خلصنا الكلاسز بتاعت الان اورجنايزد. المره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم على الدراجز فروم انيمال اوريجين، دراجز فروم انيمال اوريجين، وهناخدها بالتفصيل. ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله، وبالتوفيق.